تتميز إمارة عجمان بمكانة خاصة في السياحة الداخلية، فهي تمتلك الأراضي الخصبة والمساحات الخضراء والجبال الشاهقة، وتتمتع منطقة مصفوت بمنحدرات صخرية تجتذب عشاق الرياضة ومحبي استكشاف الأودية والمسالك الطبيعية الوعرة في جبالها المتعددة. متحف مصفوت يعد معلما تاريخيا في قلب المدينة، ويجسد مجموعة من الحقب التاريخية والتاريخ الغني لها، ويقدم مجموعات من الصور والمقتنيات والآثار المكتشفة بشكل يثري ثقافة الأجيال القادمة بمكانة وأصالة تراث المنطقة. منطقة مصفوت تعد منطقة جبلية محاطة بجبال الحجر الممتدة في دولة الإمارات، وتحيط المنطقة من ثلاث جهات. تكثر في منطقة مصفوت الوديان والسدود، ومع وجود السدود هذه تكثر فيها المزارع والمنتجات المحلية. وتقع قلعة مصفوت عند الحافة الشمالية للمنطقة، وقد بنيت من الحجارة والطين والخشب المحلي، وهي مكونة من حجرتين وبوابة واحدة. وفي أواخر عام 1940 رممت القلعة ذات الشكل البرجي بطلب من المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي. ويساهم ارتفاع مصفوت عن سطح البحر في توفير مناخ أكثر برودة بالمقارنة مع المناطق الأخرى في الإمارة. المتحف عبارة عن مبنى بني على شكل قلعة قديمة، وفيه 4 أبراج و15 غرفة. الغرف هذه كلها مستغلة بحيث أن نبرز المعالم اللي موجودة في المنطقة وأهل المنطقة والحقبات الزمانية اللي مرت على المنطقة. ويشكل مسجد سلطان جوهرة تاريخية مخفية، حيث تم بناؤه عام 1815، وهو مبنى من الصلصال والجص مع مظلة من سعف النخيل. مدينة مصفوت هي وجهة مفضلة لممارسة العديد من الأنشطة الرياضية، وتعد مكانا مثاليا للمشي وركوب الدراجات الهوائية في الجبال والتنزه واستكشاف الوديان الفسيحة. هدف حملة أجمل الشتاء هو إبراز جمال الإمارات وقراها ووديانها، وشعار هذا العام هو موروثنا، فعجمان هي الرمال البيضاء والحصن الأحمر وجبال مصفوت ووديان المنامة، وهي محطة انطلاق الحملة لهذا العام. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، ناصر الرميثي، عجمان.